نوصل بنسبة كافية الناس بينا من عائلي. حطيت دراري عند إيمان ودابا إن شاء الله غادي نمشي ونتلاقوا إن شاء الله من بعد ما رجع. بابا البنات بغيت نشارك معكم هذا المنظر ديال الشروق كيهبل رائع. من بعد ما كملت داكشي اللي خرجت عليه البنات جيت لهذا السطور هنا بغيت نتصدى شي حاجه للفطور. عجبني البنات المنظر ديال هاد الحلويات هادو كيشهيو. شوفوا اللوينات ديالهم شوفوا وياك البنات قليل اللي نقدر ناكلو. كل شيء فيه الجيلاتين ما ضروري يعني الواحد كيبقى يقلب. داك المنظر ديالهم يا سلام. شوفوا وحده ديكور كاين السيف ديكور ما كنتش كاع معوله غادي نصورك مني شفتهم عجبوني قلت نشارك هاد اللوحه الفنيه هادي مع الاخوات. وحتى القريعات واش تعرفوا لي فيه شي بيس ربي حتى القريعات اللي دايرين فيه هاد الحلوه هادي شحال غزالين عجبوني هاد القريعات بحال هكا كيجيو التنظيم رائعين كاينه ولا ما كايناش. عرفتي تفقست لي كنلقاها زوينه كتعجبني. دابا هما دايرين بلاستيكات على هاد الشكل كل حاجه والثمن ديالها. هادي مثلا بجوج دولارات وواحد وتسعين. شوفوا كي لحتها ماشي حطيتها لحتها حيت فعلا تعصبت. على حساب العبار كل حاجه والثمن ديالها. مهم كاع هذاك الشيء اللي عجبني جر لي عيني كنلقى فيه الممنوعات ولكن تلقيت شي وحدين اللي غير من الشوكولات. واحد الحليوات غير من الشوكولات. المهم لقيت غير واحد جوج الانواع هما اللي غادي ندي منهم للدراري. كما عارفين هادشي كيعجب الدراري غادي يفرحوا بزاف بهاد الحلويات هادو. من بعد البنات جيت ناخد كنت بغيت ناخد شي حلوه ولكن مازال عندي حلوه اللي دات ايمان مازال عندي حيت راك عارفين دابا مع الريجيم وهذا ما كان ناكلش الحلوه بزاف. وحتى الدراري عندي ما عندهمش مع الحلوه بزاف يمكن ما غاديش ندي شي حلوه كلاصي غادي نرجع لهم حلوتها غادي نرجعها نديوها معانا. وقت غناخذ شويه ديال الكرواسه وشويه ديال الكاب كيك واللقطات. المهم ضروري من اللقطات. البنات بغيت نشارك معكم هاد النوعيه ديال زيت العود. انا عمرني ما جربتها صراحه تكال وقت جاني ثمنها قاصح. هذه 35 دولار وهذه تقريبا 30 دولار. واو جاتني غاليه بالنسبه للاخوات اللي مجربينها يقولوا لنا كيفاش كتجيهم. ما عرفت
نورمال. كي درت ايمان مع الدراري اول مره غادي نخلي الدراري مع ايمان. مهم خديت داكشي اللي بغيت ناخذ. دابا غادي نمشيو ان شاء الله. يلا البنات راكم معايا الصباح. صافي البنات انا دابا غادي نمشي للدار. غادي نطلع للدار ديريكت باش نهز الحلوه اللي قلت لكم. غادي نهزها من الثلاجه حيت مازال دايرها في الثلاجه. البنات للاشاره هذا راه الصباح ديال النهار اللي كانت ايمان معروضه عندي، يعني العشيه يعني البارح ديالو ايمان كانت معروضه عندي. انا راه غير كنركب في الصوص حيت راه كيكونوا الفيديوهات وعاد كنبقاو نمونطيو بشويه 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 عاد كيتحط. هذا غير للتوضيح. مهم يلا حنا مازال مع بعضياتنا. يلا جيت البنات. مهم ما تعطلش بعد الحمد لله. عندنا دابا 9:30 سوري كيسحب لي وصلت حنا. يلا غندخل واحد السيده. يلا عندنا دابا 9:30 مهم الحمد لله ما تعطلتش. يلا البنات ندخلوا عند ايمان ونتلاقاو. ما عرفتش كي غتكون دايره ايمان مع الدراري. الله اعلم الله غير فين غتكون واصيه والدراري. البنات الحلقه ديال صاحبتي لقيتها ياسر. عرفتوا البنات حلقه سامي شنو قال لي؟ شنو قال لي؟ قال لي خليني هنا ما بقاش باغي يطلع. يلاه في ولادي باغي نصايبوا لك شوكولات ميلك، باغي نعطيو اللعاب، باغيني ما عارفين ماما ما كايناش وبغاو تهلاو. الله في لا ما شاء الله عليهم. لا ما شاء الله وقت واعريه ديال الهديه ديال الكادو هذيك اللي واعره. شناهي؟ ديال بلاي ستيشن. واعره واعره. يا هذا يحيى البنات يا وليدي طلبتيها غال. قال ايمان قال ليها ماما انت البردي ديال سامي. قالت له ما عارفاش. قال ليها حيت بان لي سامي عزز عليه البلاي ستيشن بغينا نشري له بلاي ستيشن. سمعوا البنات سمعوا الهدايا ديال الصح. ايمان سمعي الشبك وي شتي. المهم البنات واحد الحسيوه ما شهيتها فيها ما شهيتكم فيها ريحتها يا سلام. ما تفطر بها واخا الجو اليوم ما بارد ولكن زوينه ديال هذا الجو. اش قلت الله عليها؟ مالك امام ويلا قلتي لي ماما نبقى ساكن مع الدراري. بقى ساكن ولا نطلعوا للدار؟ البنات الفطور ديالنا واجب. شوف البنات هذي ثاني بعدا كيبان بحال اللعاب ديال الدراري الصغار. المهم هادو اللي لقيتهم ما فيهم لا جيلاتين لا والو. الشيء الاخر كلشي فيه النغمة ديال الجيلاتين. باب غزال وليداتها. الله يبارك فيك. يلا كوبي لنا غير اتاي احسن لي الجوع. ها هو يا لالا شفارات ولادي ما بقاوش باغيين يمشيو معايا البنات صافي. وي راه هو سامي فين ما كيجي ما كيبغيش يمشي. لا دايما كنبدي بالكا ولكن دابا راه جبتو بالنعاسه ايمان حل عينو هنا دابا. عرفتوا البنات الحسوه ما شهيتكم فيها. قولوا معايا معتبينا كايوا. المهم قالت لنا ايمان غتصايب لنا قهيوه. قهيوه بالطريقه ديالها الطريقه ديالها بالعشو البنات. ايمان غتصايب لنا القهيوه اللي رائعه بعدا كتصايبها بالعشو. يا سلام غزلان فين ما تجي عندك تدخل عندي اول حاجه تجي تبغي تشرب قهوه ديالك. ضروري وانا نمشي عندك ولا بغيت تشرب قهوه ديالك وردا عاجبك. ولكن عندها القهوه زوينه كديرها بالعشو كتجي زوينه. المهم اليوم غادي نركز في القهوه ديال ايمان. هي كدير بقهوه اللي جايبه من سيليمانكا ياك. ولكن ترى نقدروا نخدموا بكثر القهوه العاديه. هذه بحال شي هذه القهوه بحال ديال المغرب هذيك ديال البلاد ملي كتمشي للبلاد. كانوا كيجيبوا واحد كاع. انا واحد المره كنت شديتها في جلوبال فود ايمان. يا كانوا جابوا استا. المهم هذه بحال القهوه ديال ملي كنمشيو للبلاد وكنلقاهم عندهم قهوه مطحونه وزوينه. كاينه بالقرفه وسط بحال هذيك كندير فيها العطور. هذا عندي هنايا عندي هذا الهيل هذاك كحولة مطحونة طهنا غندير منه شوية. الله على الريحة ديالو مع مطحون حيت مطحون عاطي الريحة ديالو كثر وكتعطي زوينة في هاد القهوة. وغندير هذا قرنفل. غندير شوية القرنفل. درت شي خمسة الحبات
شويه البزار خلاتها واحد وحده ايمان بزار 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 ضروري بزار 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 ضروري لا نديروها شويه شويه كي كانت هما البنات ماشي بزاف تالي كان ما مطحوش بحال كيتلحوا حبيبتي لا حسن ما ما عرفتش فين هو راه عندي ولكن باش ما كنقلب عليه كنديروا هكا ماشي مشكل وعندي شويه ديال السكنجبير القهوه ديجا فيها السكنجبير يعني هذه ديجا مخلطينه هما بالسكنجبير هما كيديروها بالسكنجبير ندير فيها غير شويه نزيدو كيعطي توا مزيان هكا البرد هذا هاد القهوه بعدا ديالها يا سلام باقا ما غلاتش والريحه ديالها عاطيه وتقدروا ديروا حتى شويه ديال الزعتر هذا تاو ديروا منه شي بريكات تقدروا ما ديروش تقدروا ما ديروش اللي بغيتو شنو ندير اي قدروا يديروا حتى القرفه حتى هي قدروا يديروها كتجي زوينه قدروا يديروا حتى بسيبي سيدو منها واحد شويه بحال العطيه الموزيه تي كتجي زوينه ولكن انا عكسك بهاد الشيء غنخليها غير الطبخ صافي وهي واجده واش غتعطيني غتعطيك هذاك الشيء اللي كاين ما غنديروا شي فيلم ديال عبد الحليم تفرجوا فيه الدراري غندوم ينعسوا صافي حنا راه اليوم البنات ما كاينش الرجاله ديالهم مثلا كل واحد خدام براسه خدمتو فاحنا مجموعين البنات بغيت نوريكم هذه الاله العجيبه هذه الصفايه هذه حتى من بلاد راجلي سريلانكا زوينه زوينه كنتو صايبوها اللائمه تقدر تصايبيها انا مصايبه بحال لي باموسي دابا هذه لي با وهادو بلاستيكات وحده كتدخل في وحده فكره زوينه فكره زوينه كتصفي القهوه مزيان ما كيبقاش فيها حس لا باينه عرفتي ديك المشكله ديال القهوه ملي كديريها بالحليب كتبقى كيطيح كيطيح هذاك لا هذه ما كيبقاش فيها التخبص فنيا على الريح الله الشريحه ايمان يلا نكبوها هنا ماشي على الكويسات نعمل لنا ايوه جايه لنا يا سلام عرفتوا البنات الريحه راه يا سلام انا هنا راني ملي كتكون ايمان خدامه في الابداعات ديال السيلانكيه وتهني تكمش تبارك الله عليك غيزلاله لا ونكذب عليك الحاجه اللي ما كنعرفهاش ما كنعرفهاش هذا العدس البنات العدس الاحمر هاد الريحه يا سلام هذه الكفته بواحد الطريقه يا سلام وهذه لاصوص ديال الروز بواحد الطريقه يا سلام ايه درتي الدنجال هنا واو هذه وصفه انا بعدا غادي انا كليت غير لاصوص وعجبني هذه غير حطيتها في الفيديو ايمان خاصني حيت حيت انا من عشاق ديال الروز زائد الدنجال وهذا الخليط اللي درت يا سلام صافي دابا غنقلب الحليب ديال الكوكونات ياك الكوكونات يعني صحي 100% انا نعمل لا البنات كيشهي ايمان تعالى الحليب قول لنا كل حاجه شنو سميتها عرفينا بهاد الاخوات هذا درت سميت ما نقدرش نقول لكم هي مهم اكله سريلانكي كدير بالدنجال المهم انا اللي شفت هو الدنجال والكوكونات كوكونات ميلك وكدير فيها الدراي فيش هذاك العدس هو كدير فيه العدس الاحمر كدير فيه الكوكونات ميلك والدراي فيش طريقه سريلانكيه وهذه غير طريقتي انا ولكن فيها واحد اللمسه هنديه سريلانكيه رائعه كفته بنه واعره كفته المهم كنديرها مره مره باش كنغير بها المهم تشوفوا كل حاجه الطريقه ديالها هذاك الشيء البنات اي حاجه غتبقاو ان شاء الله بالتفصيل المهم في القناه ديال ايمان وانا الاولى غندخل بعدا باش ناخذ هذه الوصفه عجبتك هذه رائعه عجبتني لا كل شيء رائع دوك هذه كما قلت لك هذيك راه قلتها البنات في الفيديو ملي كنت كنشرح اي واحد شاف ذاقها كياخذ الوصفه ديالها اي رائعه رائعه يعطيك الصحه صحتك مرحبا بك في الجنه ربي يخليك الكبيده ديالي شكرا البنات ايمان خرجات عليا دوختني 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 ولكن ما غنمشي ترجع بعقلي داك شنو هو اللي كيدوخ كوكونات ميلك الا ما كنتيش مولفاه ما كتقدريش عليه في الاول من بعد كتولفيه لا جاني شي نهاس شي نعاس قولي رانا ما نعساش غير وانا راه شبعانه انا يلا حتى انايا في اول مره فاش عاد كناكل وكان كيدير لي الدوخه ولكن دابا بقيتش دابا شتي انا كليتو كيجي الدوخه فيا النعاس كيجيك بحال النعاس تقيله كنحس بها ولكن من بعد ملي كتولفيه بالعكس كيعود كيعجبك البنه ديالو كتعودي بحال مدمنه عليه زوين الله يعطيك الصحه عاد خضر هادي ونديرو قحيوه نطو بها المجاج ضروري ضروري البنات عقلتوا باش بديت الفيديو بالهضره ديال سامي غير طلت عليه دخلت قال لي ماما خليني هنا استقص انا اللي بقيت هنا والله العظيم الخمسه راه
الخمسه عندنا ما نديرش بروغرام لاننا عندنا ما نديرش بروغرام كاع ما عاد شكلي هذاك وصافي هذاك الشيء اللي كاين مكتب 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 يا عرفتوا البنات غير طلعت من عند ايمان بقات فيا ديك التسخسيخه دخلت دوشت وضيت باش صليت تكمش هذا النهار ما صليش يا ربي سمح ليا بقينا مقابلين على الضحك والماكله وتكتب ما صليش يعني نهاري كامل مهم جيت دابا كيما شفتوا راك عشتوا معايا النهار من الصباح ماشي من الصباح راه عشان نقول لكم راه من 6 ديال الصباح عشتوا معايا حتى لهذ اللحظه وضروري ما نوجد عشاتي للزوج ديالي وهنا كان ما بقاش عندي الخبز عجنت الخبز وفي نفس الوقت يعني عجنت الخبز وفي نفس الوقت خديت منه المخمار كما كتشوفوا كنقرص في اللاطات هادو ديال الفران البنات راني دشنتو بالنسبه للاخوات اللي كيسولوا ليه رائع زوين 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 بزاف في الخدمه ديالو ونفس العجينه خرجت منها مخميرات للفطور ديال الصباح وهذه طريقه البنات كنقرصوا في البلانشا ديريكت البلانشا اللي كنطيب فيها المسمن وهذا كنقرصوا كندهنها بشويه ديال الزيت وكنقرصوا فيها ونصبت الطواجين ديالي يعني ضروري ما نوجد درت شالادة وهي اللي غتكون عشاتي لحقاش كليت عند ايمان ما غادي ناكل حتى شي حاجه والطواجين للزوج ديالي والوليدات الا بغاو وهذه عشاتي البنات بالنسبه للطاجين البنات سبق لي وحطاه في القناه غير هو كنت حطاه باللغه الانجليزيه غادي نخلي لكم الرابط ديالو في صندوق الوصف بالنسبه للاخوات اللي تشهاو ويبغيو يديروه كنتمنى يعني هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم دوزتو معكم من الصباح من 6 ديال الصباح حتى الليل حتى الليل كنتمنى ما يكونش طلعت لكم في الراس واكيد الا عجبكم الفيديو البنات نوصلوا لعدد كبير من اللايكات واش بقى لي البنات بقى لي غير الاخوات اللي سولوا على الفران راه زوين كتشوفوا خبزو البنات كيجي محمر زوين الفران ما عندي ما نقول فيه